وحدة تقول إن ريلها زين وفي أبسط الأمور يخبرها في كل شيء وأبدا ما يخش عنها شيء، وهم يعني متجانسين لكن دائما تشك فيه ودائما عندها الوسواس الخناس هذا اللي يقول عنها اللي يقولها لا يمكن ريلك يخون لا سمح الله. لسه أنا كلمة خيانة يا الله، حتى هاي الكلمة أحس عيب، عيب في حق الرجل وحق المرأة وحق الإنسان، ولكن بستخدم الكلمة يعني سريعا شي مرة واحدة. بأن هي دائما تشك فيه، ليش؟ لأن المجتمع يتكلمون في هذا الموضوع وايد وإنه موجود دائما، ولا سمح الله يمكن هي عندها. أنا بقول لك ما يستوي تطبقين الشيء على نفسك، ترى القدر موكل بالنطق، القدر موكل بالنطق، فإذا أنت بتتمين تفكرين وتحرين في هذا الموضوع ترى بيجيك سبحان الله. إحنا نجذب الأشياء لنا كيف؟ يعني لما نفكر فيها وايد يجيك، يقولك لا تفكرين وايد فيه، يعني انت ترى حتى يقولون نقيتي، يعني شو يقولك من كثر ما سولفت في الموضوع الموضوع كله راح انقطع. فديري بالك انك تنقين ويجيك، هذا جانب. رايلك زين، شو تبين في المشاكل؟ لا تسمعين للناس. احنا للاسف اللي مضيعنا المقارنات الدائمة، حتى بالشيء اللي المفروض اللي ما نقارن أنفسنا فيه، وحتى في الشيء إذا إحنا بخير بعد نقارن أنفسنا فيه، يعني نقارن أنفسنا بالخير وبالشر ما يستوي. أنت كيف بتلعبين عمرك، بتخربين على نفسك، تخربين على ريلك زين، شو تبين في المشاكل؟ هذا جانب. جانب الأهم والأعمق، أنت مش المجتمع ياس يعطيك هاي الأفكار لا سمح الله، لا أنت صح يذكرك، بس في شيء عندك في اللاوعي في حياتك، ظرف مريتي فيه، انصدمتي في ناس، قامت عندك الثقة قليلة. المشكلة مش المجتمع ولا ريلك، المشكلة عندك في اللاوعي وتنحل. إذا عرفتي السبب فعلا بترتاحين وبتبدئين من هني تطورين، وبتبدين يعني تقولين لا أنا أتذكر. دائما اللي عنده أمور غير محلولة تطلع على هذه الأشكال، تطلع على شكل يعني أنا مع أن ريلي زين بس ما بقادر أثق فيه. ليش؟ والله لأن المجتمع، على فكرة المجتمع هو نفسه من أزل الآزلين، يعني من دائما دائما هو نفس المجتمع، ما في شيء يتغير. المرأة مرأة ورجل رجل، واللي يحصل بينهم بأي شكل من الأشكال هذا موجود من أزل، من 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 قبل يعني. فالموضوع عندك، وهذه فعلا فعلا محتاجة إلى بحث أعمق. يا أما أنك أنت تفكرين شو مستوي، حد خذلك في حياتك لهالدرجة أنت قمتي ما تثقين وايد في البشر عموما، مش بس ريلك عموما. وإذا خايفة تواجهين خلي حد يساعدك، إذا أنا كاستشارة أو حتى أي حد، ما شاء الله الجماعة ما شاء الله موجودين لكن على العموم هذا هو الموضوع اللي عندك وحياتك.